ماذا لو قابلت أكثر شخصية عصبية في تركيا؟ Köksal Baba. Köksal Baba ya. Köksal Baba. Köksal Baba hoş geldin. Köksal Baba. أكثر شخصية عصبية على مواقع التواصل الاجتماعي الملقب بالمشاغب، أيقونة الرد في محادثات واتساب، واحد من أشهر الأتراك في العالم. كوكب بابا. شخصية سريعة الاشتعال، عصبي يا جماعة عصبي. التقيناه في طرابزون وسألناه عن أكثر شيء ممكن يستفزه، شنو أكثر شيء ممكن يخليه عصبي؟ والله بنده نية عصبي olduğunu bilmiyorum ama yani kendi düşüncemi diyeyim tamamen hastalığına bağlı yani kendi şeyine bağlı. İşte ha, bak şimdi. Ya bunu yaptım. Hayır özür dilerim ama. Hayır hayır. Allah Allah. شهرته الحقيقية بدأت بحدود 2015، انتشر له مقطع فيديو يهاجم به أحد الأشخاص، ومن بعده فيديوهاته ملصقاته صارت موجودة في كل محادثة تقريبا. وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي جذبت الملايين في العالم العربي، أوروبا، آسيا وطبعا تركيا، وصار اليوميات يوثق صديقه سليمان. فيسبوك sayfam vardı kendime ait. Orada paylaşıyordum. Yanımızdaki arkadaşlar gençlerden birisi dedi ki abi buna sayfa kuralım. Biz de sayfa kurduk. Oradan paylaşmaya başladık. Ondan sonra da olan bu oldu yani. Köksal Baba لا يتجاوز طوله 135 سنتيمتر بسبب مرض الذي لم يعرف حتى هذه اللحظة بحسب وصف صديق سليمان، وقيل أن أمثاله لا يعيشون أكثر من 40 عام فقط. ولكن كوكسال بابا تجاوز اليوم حاجز 46 عام. السلام عليكم. يملك مطعم معروف في مدينة طرابزون، مشجع ومحب لنادي مدينته، شارك في أحد الأفلام وله الكثير من المنتجات اللي تحمل اسمه، وتطوع في الكثير الكثير من الحملات. كوكسال بابا إلنا علاقلي şöyle diyeyim size, birçok sosyal projede bulunduk. Yani bunlardan şöyle diyeyim, yani okullara yardım olsun, işte belirli ailelere yardım yaptık. Ramazan'da kumanya etkinliğimiz vardı, onu hallettik geçen sene. Bu sene de aynısını yapacağız. ويقال أنه مستمر بعصبيته حتى آخر لحظة. هذا كوكسال بابا باختصار. مستمر الواضح انه عصبيته حتى اخر لحظة. هاي هي قصتنا، اكتبوا لنا الان انتم بالتعليقات رايكم بقصة كوكسال بابا. ابي سلام سايلي. هي التارية تمام 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 Bop, bop, baby, bop. Bop, bop, baby, bop. Bop, bop, baby, bop.